تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وإقبال المواطنين على شراء مستلزمات الشهر الكريم من المواد الغذائية، نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة شبوة زيارات تفقدية شملت عددا من الأسواق والمحال التجارية، تم خلالها الإشراف المباشر على توفر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار، وفقا لتصريح مدير عام مكتب الصحة مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة شبوة فهد الكويلي. قام مكتب الصناعة والتجارة بالنزول على أسواق محافظة شبوة للاستعداد لدخول شهر رمضان المبارك وتفقد ما يحتاجه المواطن خلال الشهر الكريم، والحمد لله طمة الأخوان المواطنين لها كميات كبيرة من كل حوائج رمضان موجودة، وإن شاء الله بتكون أسعار مناسبة عند بعض التجارة وبدأوا استعدادهم للربح المعقول يكون داخلين على الشهر الكريم أو شهر الفضيلة، هي أخواننا المواطنين أن كل ما يحتاجونه متواجد في الأسواق، واليوم في نزول في أسعار العملات الأجنبية وإن شاء الله تنزل كل الأسعار. شكرا جزيلا.